وش اللي افادك اكثر؟ وش اللي ساهم في يعني ما شاء الله تبارك الله وصولك لعدد كبير من الجماهير؟ وايش اللي تحب يقولون الناس عنك؟ نجم شاعر المليون ولا نجم برنامج الواقع؟ نجم شاعر المليون. نجم شاعر المليون. نعم. ليش اخترت؟ ممكن يجي جمهور الان يتابع برنامج الواقع يقول لك يا عمي لا احنا خدمناها كثير في برنامج الواقع وعملنا منه جماهيرية ومتابعات، ايش ممكن نقول؟ ولا انكر، ما انكر الشيء هذا ولا انكر الجماهيرية اللي استفدتها من برنامج الواقع. لكن نجم شاعر المليون لانها اول مشاركة لي. اول مشاركة لي كانت شاعر المليون، والحمد لله قدمت فيه شيء يعني صعب على يعني شعراء واجد يقدمون، خاصة انها اول مشاركة واول ظهور اعلامي. الشيء الثاني مسألة الجمهور، يعني ما أنكر فضل الجمهور في برامج الواقع، استفدنا من برامج الواقع أكيد، جماهيرية أكيد، ما نختلف على الشيء. لكنك تحب تنسب للشعر أكثر. أكيد. وفي نفس الوقت يعني برامج الواقع أو برنامج الواقع اللي شاركنا فيه أفادنا، حنا في نفس الوقت أفدنا، قدمنا له بالضبط. فأشوف أنها يعني ما حد له جميل، مو مسألة ما حد له جميل، يعني لا أحد يقول ترى أنا حنا دعمناك عطيناك ما أدري شلون، ترى أنا مثل ما قدمتولي قدمت. هذا كلامك. الجمهور الجمهور ما ننكر جميله أبدا، خلي على جنب. الجمهور وقف معنا دعمنا. أنت كأنك تلمح على شيء في إدارة أو أحد من الضباط. لا 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 أبدا، لا لا، مش مسألة إدارة، لكن مسألة البرنامج بنفسه إحنا أضفنا له. حلو. خاصة النسخة اللي أنا شاركت فيها، احنا أضفنا للبرنامج وللقناة بشكل عام. جميل. اشترك الآن وتعالوا نشوف جديد رمضان مع المجد مع باقة من العروض المميزة والحصرية. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.